السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بداية من اليوم الثلاثاء 30/4/2024، نتكلم عن مباراتي الذهاب ومباراتي العودة بإذن الله تعالى. قبل ما أبدأ الفيديو أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في ساحة جناتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين، اللهم امين. مواعيد مباريات ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا 2023 2024. الذهاب يوم الثلاثاء 30/4/2024 والاربعاء 1/5/2024. عندنا يوم الثلاثاء اول مباراتين في نفس التوقيت، ومباراتين العوده كمان في نفس التوقيت، الساعة 10 مساء بتوقيت مصر وليبيا، بتوقيت مصر ومكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباريتين أيضا ميعادهم الساعة 9 مساء بتوقيت ليبيا والسودان، أو الأربع مباريات بمعنى أصح، مباراتين الذهاب ومباراتين العودة، الساعة 9 مساء بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا، والساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات سلطنة عمان. بايرن ميونخ أمام ريال مدريد الثلاثاء الموافق ل 30/4/2024، مباراة قوية، أو مباراة الصراحة المباريات كلها قوية. بايرن ميونخ أمام ريال مدريد، المباراة زي ما قلنا الثلاثاء على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى، والمعلق المتألق عصام الشوالي، وبين سبورتس اتش دي 2 الثانية، والمعلق المتألق خليل بلوش. ملعب مباراة ملعب أليانز أرينا في بايرن ميونخ الذهاب يعني. يوم الأربعاء 1/5/2024 عندنا بروسيا دورتموند هتواجه باريس سان جيرمان، دي مباراة الذهاب على ملعب بروسيا دورتموند. المباراة زي ما قلنا 10 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، وقلنا بقى التوقيت والقناة كل هذه المباراة قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى، والمعلق حسن العيدروس، وبين سبورتس اتش دي 2 التانية، والمعلق حفيظ الدراشي. متابعينا الكرام، مباريات العودة يوم الثلاثاء 7/5/2024، باريس هتواجه بروسيا دورتموند على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى وبين سبورتس اتش دي 2 التانية. المعلقين أعتقد هيكون برضو يعني ممكن عصام الشوالي وحفيظ الدراجي وخليل بلوشي وأيضا حسن العيدروس، أو ممكن أي معلق تاني، ولكن هيبقوا معلقين تقال يعني. ويوم الأربعاء 8/5/2024 ريال مدريد هتواجه بايرن ميونخ في العودة على ملعب سانتياغو برنابيو. متابعين الكرام، المباريات العودة الثلاثاء 7/5 والأربعاء 8/5 الساعة 10 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة. طيب خلينا نتعرف على، مش هنتعرف على حاجة، اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.